ظل الدعوات المتواترة للتظاهر في الشارع بعد مظاهرة 26 سبتمبر الرافضة للإجراءات المتخذة ليلة 25 جويلية والتي وصفها مختصون في القانون وفي القانون عفوا وطيف واسع من المجتمعين المدني والسياسي بالانقلاب، ثم تلتها المسيرة 3 أكتوبر التي قيم حضورها السيد رئيس الجمهورية بالمليون ونصف أو 1.8 مليون. أنا أتساءل هل يقودنا تنازع الشارع إلى تنازع الشرعيات في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به تونس؟ مرحبا بك أستاذ حسين، مرحبا بعودتكم لحقل الإعلام أهلا وسهلا. وأنتم الصوت العالي. هو لا أخفيك أخي، أنا يعني أخلاقيا لا يمكن المقارنة بين الشارعين، بين شارع يمارس يعني مشاركوه مواطنتهم، والمواطنة هي أن تنتخب حاكما، أن تراقبه، أن تحاسبه. لكن أن يوجد شارع يناشد الحاكم، لا أعتقد أن يعني المقارنة تصبح فيها برشا ظلم، يعني لأنه شتان بين المواطنين المقاومين والرعايا المناشدين. هذه من يعني النقطة الأولى. اثنين، أنه التظاهر المواطني ممن انتخبوا الرئيس وحولوا نسبته من 18% إلى تقريبا 72% ورفعوا في عدد ناخبيه من 600 ألف إلى ما يقارب 3 ملايين، يعني الجملين 700 أو معناها يعني أكثر، هم الذين خرجوا ليتظاهروا ساعة نقض العقد الذي يعني يربطهم به، وهو معناها دستور يعني معناها البلاد. وبالتالي التظاهر المواطني يعني أو قل أنت ملحمة مواطنون ضد الانقلاب يعني رسالتها أمر آخر، هي تفكيك أسطورة وأكذوبة التفويض الشعبي الذي بموجبه انقلب الرئيس على النظام السياسي ذات 25 جويلية وانقلب على الدستور في ما يعرف بإجراءات 22 يعني سبتمبر. وبالتالي التظاهر المواطني كما قلت هو يعني لتسفيه أكذوبة التفويض يعني الشعبي. إذا عندك يعني عشرات الآلاف يخرجوا من ناخبيك ويمارسون أدوارهم كمواطنين ويقولون لا أنت خرجت عن الميثاق الذي يربطنا، وبقدرة قادر طورا يصبحون خونة باعوا أوطانهم عفوا وطورا يصبحون حشرات، وهذا المساء أصبحوا شياطين يرجمون. هذا الخطاب التكفيري الذي دفع الشعب التونسي من دم أبنائه من حملة السلاح، معناها أمنيون وعسكريون وشهداء مدنيون، يعني لكنس الخطاب يعني معناها التكفيري، وإذا بنا نجد الخطاب التكفيري يصبح خطاب يعني معنى يعني رسمي للدولة. هذا كله يجعل من التظاهر المواطني في الشارع رفضا يعني مثل يعني هذا الخرق الفادح فيما بناه التونسيون من تعاقد سياسي متمدن على قاعدة دستور ديمقراطي، يشي أن يعني لأول مرة في عمر الدولة التونسية كان الناس يوصمون بالخروج على القانون الموجود، وإذا بالناس يتظاهرون لإجبار الحاكم الذي خرج على القانون الموجود ولا يريد له يعني أن يسود. معذرة أستاذ البوعزيزي حتى نتفاعل مع سيادتك عفوا على المقاطعة، ولكن إذا أنت تصف من يخرج لمساندة الرئيس بأنه لم يمارس حق المواطنة، فأنت ربما تقع في نفس الخطأ الذي وقع فيه الرئيس. هؤلاء كذلك يعبرون عن رأيهم. لا أستاذ عادل، أنا أحلل ولا أقيم. الوجود في الشارع، الفعل المواطني في علاقته بالسلطة يقاوم السلطة إذا خرجت عن الميثاق، لكن من يخرج يناشد السلطة المناشدة سلوك زبوني وليس سلوك ماذا مواطني. ماذا تقصد بسلوك زبوني؟ سهل علي. يعني لا أحتقر، أنا أوصف مناشدة الحاكم ليست سلوكا مواطنيا، مناشدة الحاكم سلوكا زبونيا.
ماذا تقصد بسلوك زبوني؟ السلوك الزبوني هو أن الناس يناشدون حاكم مقابل الولاء، مقابل بعض يعني معناها العطاءات أو التنازل عن فعل المواطنة وإيكاله إلى مهدي منتظر يعني سيقوم بمحاربة يعني الفاسدين، وإذا به يظهر لي بدل يعني المحور من محاربة الفساد أصبح يحارب الشياطين. طيب. يعني ويرجم منها يعني الشياطين. وبالتالي فعل الزبونية هو التخلي عن أدوار المواطنة في المراقبة والمحاسبة اللصيقة إلى يعني إيكال وتفويض حاكم معصوم لا تشوبه شائبة ليقوم بهذه الأدوار. المواطن لا يتنازل عن صلاحياته لصالح أي كان، أما من يتنازل عن صلاحياته ويوكلها ويفوض معصوما فهذا السلوك ليس من المواطنة. هذا جيب باحثين في علم الاجتماع وأعرض عليهم كلامي، أنا لا أحتقر أحدا، أنا أوصف المواطن. طيب. يحاسب الحاكم ولا يناشد الحاكم.